فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وسافروا الى المدينه المنوره، وذهبت خلفهم سيدتنا اسماء وكانت حامل. الحمد لله الذي اوصلنا الى هذا المسجد المبارك، وهو محل البيعه التي اخذها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه. البيعه الاولى والبيعه الثانيه. وفي هذا المحل الشجره الذي ذكرها الله في القران، الذين يبايعونك تحت الشجره.